في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني بأولاد عباس من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من 6 أشخاص، من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و 33 سنة، من أجل تزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول عبر بلدية أولاد عباس. جاءت العملية استغلالا لمعلومات مؤكدة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بتوزيع وطرح أوراق نقدية من العملة الوطنية مزورة للتداول في إقليم بلدية أولاد عباس. وبعد وضع خطة محكمة وترصد تحركات الأشخاص المشتبه فيهم، تم توقيف جميع أفراد الشبكة مع ضبط بحوزتهم مبلغ مالي من العملة الوطنية مزورة. وفي نفس السياق وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تفتيش منازل المشتبه فيهم، أين تم حجز جهازي حاسوب محمول، 3 طابعات، وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي معدلة. بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.